اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم نحو حياه افضل، منطلع عليكم عبر شاشه تلفزيون نور الشرق. اليوم موضوعنا عن امتحانات الرسميه كيف بتتم وشو التحضيرات وشو المقاييس يلي بتاخذها الوزاره للتلميذ العادي او للتلميذ يلي بيعانوا من الصعوبات التعلميه والمشاكل يلي بتعترض الوزاره من عده نواحي. قبل ما بلش بطرح الاسئله على ضيوف الكرام موجودين معنا بالاستديو، بدي اقول عنا بلبنان 15% من التلاميذ يلي بيعانوا من الصعوبات التعلميه وبيعتبروا من ذوي الحاجات الخاصه، وعلى الجزء الاكبر من يلي بيعانوا على هاي الصعوبات بيقدروا يتخطوا المشكله. وبنذكر بعض من المشاهير كانوا بيعانوا من هذه المشكله وهن البرت اينشتاين، توماس اديسون، ليوناردو دافنشي، وبيتهوفن وغيرهم. اليوم مشاهدينا مثل ما ذكرت موضوعنا عن الامتحانات الرسمية كيف بتتم للتلاميذ يلي ما بيعانوا الصعوبات التعلمية والتلاميذ العادي. بشرفني يكون معنا باستديو رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية والتعليم العالي وصاحبة الفهم ومتمرسة بشؤون التربوية طويلة الباع وخبيرة بإدارة شؤون الوزارة السيدة أمل شعبان، وأيضا أمينة سر لجنة المعادلات. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل. أهلا فيك. وأيضا بشرفني يكون معي مديرة مركز التشخيص بدارو ومعالجة لغوية السيدة زينة كوكباني. أهلا وسهلا فيك أستاذة زينة. مثل ما طرحت موضوعنا لليلة هو عن الصعوبات التعلمية كيف تجري الامتحانات الرسمية لهم، وأيضا التلاميذ العادي كيف بتم التحضير لهم. بداية أستاذة أمل، الامتحانات الرسمية في فزع كتير عند الطلاب وعند الأهل، بس نقول امتحان رسمي ويصير في عنا للشهادة المتوسطة والثانوية العامة في فزع، ليه هالفزع بيصير عند الطلاب وعند الأهل؟ أكيد قبل أي استحقاق أو أي امتحان، يعني حتى لهلأ، لحتى نحن، يعني إذا أنا هلأ مثلا لأنه كمان عندي استحقاق الامتحانات الرسمية، نعم، بحس بتوتر، يعني هيدا شيء طبيعي، نعم، يحس فيه أي طالب حتى الأهل كمان. نعم. طب هل في اسباب معينه بتخلي هالفزع بيزيد سنه عن سنه عند الاهالي؟ يعني انا عم بجيب لك اسئله الاهالي حملوني اسالك اياها اليوم. يعني ما مفروض يكون في سنه عن سنه عم بيزيد، لانه المنهج يعني صار منعاد اكثر من مره وصار في جايد وصار في، نعم، ما مفروض، والاسئله عم يعني هي ذاتها عم تتكرر، يعني منا جايه من غير كوكب، بالعكس، يعني مو مفروض هيدا الشيء يزيد، بالعكس لازم يكون التلميذ والاهل تعودوا انه الامتحان يعني سهل وعم تنجح، يعني بنسب كثير عاليه عم تنجح التلميذ. صحيح، عم نشوف انه النسب عم تكون عاليه والنسب الاكبر عم تكون جيد وجيد جدا وممتاز، اذا فينا نقول. صحيح، عم بيكون في جيد وجيد جدا، نعم، وفي ممتاز، بس في جيد جدا وجيد اللي بيطلع الاول حسب ما في الاوائل، العشر الاوائل هودي كمان عم يحصلوا على منح دراسيه كمان. نعم. بدنا نعرف من حضرتك امتى المواعيد حددتوها للشهاده المتوسطه والثانويه العامه؟ بالنسبه للشهاده المتوسطه ب 12 حزيران، نعم، وبالنسبه للثانويه العامه بكامل فروعها ب 18 حزيران. نعم. بدي اقول لك عند حضرتك استاذه زينة، شو مفهوم الصعوبات التعلميه؟ الصعوبات التعلمية هي مجموعة اضطرابات بتصيب، نعم، الولد بنموه، نعم، وبتأثر على عدة مهارات حسب شو الصعوبة اللي عنده، يعني، نعم، الولد اللي عنده ديسلكسيا يلي هن بنعتبرهم هو الصعوبات التعلمية المحددة، نعم، اللي عنده ديسلكسيا بيكون عنده صعوبة بالقراءة والكتابة بعملية اكتساب القراءة والكتابة، إذا عنده ديسكالكوليا بيكون عنده، نعم، صعوبة لاكتساب عملية الحساب لمفهوم الرقم، لا يقدر يحل مسائل ماتيماتيكية، نعم، في عنا عسر تنسيق الحركة يلي عبارة هي ديسبراكسيا، عبارة عن شو؟ بيكون الولد إذا عنده بيكون مش قادر تنقول يقدر يشوف الاتجاهات المكانية، نعم، بشكل واضح، وقتها تكون التأثيرات بالمدرسة بيكون على صعيد المات، بيكون مرات على صعيد خطه، بنصير نحكي أكثر بديسجرافيا، نعم، وعندنا قلة الانتباه وكثرة الحركة اللي هي ADHD أو ADD يلي فيها، نعم، تأثر على كل المهارات الدراسية. نعم. هلا بدنا نعرف انه مرات هالاضطرابات ما بتجي وحده، فيكون عندنا ديسلكسي مع ديسكالكولي، فيكون عندنا
ADD او ADHD مع ديسلكسي. سو بدنا نعرف انه هل التلاميذ نقدر نشخصهم بالوقت المناسب تنقدر نساعدهم بالطريقه الافضل، لانه مش كل ولد عنده صعوبه صغيره دغري بدنا نصنفها بالصعوبات التعلميه المحدده. رح نشوف اكثر حضرتك عن شو عم تحكي بهذا الفيديو. كريم بيسعى دايما ليكون تلميذ شاطر، لكن عنده مشكلة سببها الفرط الحركي والنقص بالتركيز ADHD. اضطراب بيأثر على الانتباه والذاكرة والتحفيز والانتفاع. المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس بيقدم متابعة شخصية لكل حالة لتطوير حياة كل طفل قصده للمساعدة. class.org. فريد عمره 9 سنين، شاطر بالرياضيات وبحل الألغاز، لكن الديسلكسيا بتصعب عليه قراءة أو فهم المواد المكتوبة، مما بيأثر على نتائجه الدراسية. الحالة نفسها بيعاني منها أطفال كتار. المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس بيقدم مخطط تعليمي لكل حالة بيساعد الأطفال لينطلقوا للحياة وينجحوا. class.org. ليلى طفلة ذكية لكن عندها مشاكل بالنطق، بتذكر الكلمات، بالتعبير عن أفكارها وحتى بفهم شو اللي نقلها. ليلى بتعاني من عسر الكلام ديسفازيا وبحاجة لانتباه خاص. المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس بيقدم مخطط تعليمي لكل حالة بيساعد الأطفال لينطلقوا للحياة وينجحوا. class.org. سكب الحليب بكاسة فيها حبوب من دون التنقيط خارج الكاسة، تبكي الأزرار القميص الجديد بسهولة، أو لبس الحذاء مع عقد شريطه بإحكام، وغيرها من الأمور العادية بالنسبة إلنا هي صعبة للأولاد اللي بيعانوا من الديسبراكسيا. سوا لمساعدة أطفالنا. class.org. رجعنا معكم مشاهدينا ببرنامجكم نحو حياة أفضل. مدام زينة، شفنا الفيديو بشو بيختص مركز كلاس. هيدي الحالات اللي انتم بتهتموا لها كيف بصير التنسيق معكم ومع وزارة التربية للامتحانات الرسمية؟ احنا صار لنا 3 سنين على التوالي عنا تعاون مع وزارة التربية. خلال سنة الدراسية، خلال سنة البروفي، الوزارة بتحدد وقت كرمال الأهالي يحضروا ملفات الأولاد اللي بدهم يتقدموا لها أو عفو أو مساعدة خلال الامتحانات. أكيد الملف بينبعث دغري على الوزارة أو الأهل شخصياً بيقدموا الملف أو عبر المدرسة. صح؟ والوزارة بتدرس الملفات وهي بتحدد التلاميذ اللي بدها تبعث لنا إياهم. نحن التلاميذ اللي بيوصلوا لنا من نعمل لهم تقييم، يعني عنا التقييم تنشوف مستوى الذكاء، تنشوف أكثر نقاط القوة ونقاط الضعف عند التلميذ. نحن ما بيهمنا بس الرقم كIQ تيست، نحن بيهمنا نشوف البروفيل تبع الولد، بروفيل الصعوبات، وتنقدر نشخص أفضل بأفضل طريقة الحالة. وعلى هوا هذا التقييم بنحول التلميذ على تقييم القدرات اللغوية، تنقدر نشوف إذا هالتلميذ عنده صعوبات بفهم المكتوب. إذا عنده صعوبات بقراءة الأسئلة وقراءة النصوص، بما أنه الامتحانات هي امتحانات كلها مكتوبة، معنا الناحية الشفهية. بدي عذرا، ليه ما عنا امتحانات شفهية مثل بلاد برا؟ هيدا الشيء بيرجع للوزارة. بدنا نسأل حضرتك أستاذة أمل، ليه ما عنا إياه لبعض السيستم عنا بلبنان؟ هلا هو في توصيف الامتحانات او شكل الامتحانات والاسئله. نعم. هي مسؤوليه المركز التربوي والبحوث والإلماء. كمان هيدا السؤال تساليهم اياه. نعم. بس هي اجرت العاده انه نحن عندنا بلبنان امتحانات كلها خطيه، وان شاء الله يصير في يعني بباك فرنسي في اورال وفي. نعم. بكذا منهج دراسي، يعني سيستم او نظام دراسي بيستخدموا طريقه الامتحان الشفهي. فما بعرف هلا المركز التربوي عم يشتغل على تطوير المناهج، ما بعرف اذا. نعم. يعني هيدا الشيء بدخله لما بيكون واحد عنده عصر الكتابه، فينا نقول ما بيقدر يكتب موضوع عربي او موضوع فرنسي او انجليش، بده ينظلم. هلا صح، نحن بالامتحان بهالحاله عم نجيب له كاتب، يعني من ضمن التكييفات او المساعدات. نعم. اللي بنقدمها بنجيب كاتب بيساعده على الكتابه. نعم. خلال فتره الامتحان. بدي اعرف هالحالات لما بيبعتوا تشخيصهم من مركز كلاس، كيف بتصير؟ على اي اساس بنوضع على اسئله الامتحانات الرسميه؟ هلا نحن عندنا لجنه هي لدراسه ملفات، مقسمينها لاثنين. نعم. دراسه ملفات ذوي الاحتياجات التربويه الخاصه. نعم. والحالات المرضيه. نعم. شو الفرق بين الاثنين؟ يعني
الاحتياجات التربوية الخاصة اللي بتروح عصر قراءة أو كتابة اللي حكيت نعم. عنهم في كذا نوع من هودي الحالات. أما نعم. بالنسبة للحالات المرضية الحالات الصحية يعني في اختلاف بيناتهم. هوديك ما بنبعتهم الحالات الصحية ما بنبعتهم عند كلاس. أما الحالات التربوية احتياجات التربوية بنبعت نعم. على كلاس. ومثل ما قالت مظبوط في تعاون مع كلاس. هلأ هي لجنة مؤلفة من أخصائيين وأكيد رئيس اللجنة هو مدير عام التربية نعم. وأنا كمان باللجنة كمقرر اللجنة نعم. وفي أخصائيين أربعة. في عنا طبيب نفسي طبيب أخصائي في الطب النفسي. في عنا طبيب أخصائي يعني هو بيكون بدرجة الدكتوراه كمان نعم. أخصائي في علم النفس التربوي وأخصائي في علم النفس العيادي وكمان أخصائي في التربية التقويمية أو التربية التقويمية مش هيك التربية المختصة التقويمية نعم. نعم. هودي الأربع أخصائيين. هلا الملفات بتجي عند اللجنة بتتقدم بوزارة التربية. بنحمل نفتح مجال بنعمل إعلان من كانون تاني لشباط نعم. تقريبا ليتقدموا الأهل أو المدرسة. يعني فيه الملف يجي من قبل الأهل أو فيه الملف يجي من قبل المدرسة لأنه نعم. كمان دور المدرسة كتير مهم إنه تعمل ملف تراكمي للتلميذ. نحن عم نطلب كمان من ضمن الشروط إنه يكون في ملف تراكمي للتلميذ. يعني يكون هذا التلميذ يعني صار له يعني عم بيتابعوا الحالة تبعه من قبل كم سنة يعني من سنتين نعم. ثلاثة وعنده ملف تراكمي والمدرسة توضع تقريرها على هذا الشيء. هلأ كمان نحن بنطلب من ضمن الشروط تقرير تشخيصي مثل أسسمنت يعني نعم. هذا اللي بيتضمن اختبار الذكاء والتحصيل الدراسي يعني هودي الأشياء بالتقرير التشخيصي. هون في بعض الحالات أو بعض التلاميذ أو بعض الملفات ما في هون هيدا التقرير التشخيصي. ونحن صراحة انه صار التعاون مع كلاس نتيجة هيدا الشيء انه نحن عم نلاقي نقص بالمستندات ما عم نعم. نقدر او الاخصائيين ما عم يقدروا يشخصوا مظبوط الحالة. فنحن عم نضطر وقتها انه نتعاون مع كلاس ومشكورين كلاس لانه هيدا الشيء مجانا يعني مقدمينه لوزارة التربية. عم يقدموا التشخيص بشكل مجاني لهودي التلاميذ. وبنفس الوقت كمان بنبعث لهم يعني إذا الحكمة لقوا إنه هل في تقرير بس هالتقرير مش واضح في أشياء مش واضحة نعم. كمان بيرجعوا بيبعتوا عند كلاس لحتى يصير في توضيح. بس مع مركز كلاس تتعاملوا أستاذة؟ صح بس مع مركز كلاس. بدي أسأل الشهادة الرسمية للأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية تربويه فينا نقول يعني مش بياخذوا ادويه كيف تطلع شهادتهم؟ بس لحتى اقول تفضل نحن تقارير اللجنه نوعين نعم. او بتقول اعفاء من الامتحان بس عم نحكي عن الشهاده المتوسطه نعم. لانه بالشهاده الثانويه ما في اعفاء. ليه ما في اعفاء؟ لانه من شروط انتساب للتعليم العالي الجامعي هو انه يكون صحيح. حائز على الشهاده الثانويه او ما يعادلها نعم. فبالنسبه للبروفي في ممكن اللجنه تقرر الاعفاء أو تقرر إجراء الامتحان بس وفق تدابير خاصة نعم. يعني التدابير الخاصة هي التكييفات والمساعدات اللي بتتأمن للتلميذ خلال الامتحانات نعم. اللي بيطلع له الأعفاء بيطلع له عم تحكي عن يعني إفادة نعم منضية من المدير عام التربية. فينا نشوفها إذا بتريد جبت لك واحدة نعم نشوفها على الهواء لفرجيها للمشاهدين شيء. هي إفادة منضية من مدير عام التربية نعم. وبيقول أنه هو أنهى سنة الصف التاسع نعم. وهذا التلميذ يستطيع الانتساب إلى الصفوف الأعلى يعني الثانويات نعم. الرسمية والخاصة. واللي بيقدم صعوبات تعلمية بيطلع شهادته مكتوب عليها صعوبات تعلمية؟ اللي عنده لا لا بيطلع شهادته عادي شهادته عادي. هيدي لأنه صار في إعفاء يعني انت صار في إعفاء من الامتحانات إعفاء من الامتحانات نعم. يعني غير انه هيداك قدم شهاده بالعكس اوكي قدمها وفق تدابير خاصه بس قدم شهاده واجى على الامتحانات واجرى الامتحانات الرسميه. السؤال اللي بيسالوه كثار امتحانات الرسميه اللي عنده صعوبات تعلميه بالمراكز خاصه صحيح هالشيء بيجوا مراكز خاصه لانهم مراقبه كيف بتكون والاسئله على اي اساس بتنحط اللي عنده مثلا ما بيقدر كثير عنده ضعف ذاكره فينا نقول صح مدام زينة اذا عم بحكي ضعف ذاكرة أو ما بيعرف يقدر يكتب كتير أو بينسى هلأ هو نحن الامتحان المعدل نحن على أي أساس الاقتراحات اللي كنا حاطينها
هي انه الخط يتكبر كرمال التلميذ اللي عنده اللي التركيز او اللي عنده صعوبه بالتهجئه تكون يقدر يقرا بطريقه اسهل. نعم. منكبر الخط ومنوسع بين سطر وسطر، منوسع كمان الانترلين اللي منقلها اجمالا. الطرح تطلبون حضرتكم من وزاره التربيه؟ نحن هدول الاقتراحات هن بيقدروا يعني بيامنوا اللي بيشوفوه. نعم. مناسب اللجنه بتامن اللي هل صحيح. نعم تفضلي. اللي فينا نعمله كمان مرات طريقة الأسئلة فيها. نعم. تكون هي نفسها بس مبسطة. نعم. كرمال التلميذ يفهم، نتأكد أنه فهم السؤال تيقدر يحل. نعم. الإكزرسيز ونتأكد ويقدر التلميذ يسأل في حال ما قدر فهم السؤال. يعني نحن بالنسبة لنا فهم المسابقة هو أساس، لأنه إذا ما قدر يفهم شو مطلوب منه ما بيقدر يحل. عم تطبق هيدي عندكم بالوزارة هالأسئلة؟ عم بيتخفض منها مثل ما ذكرت مدام زينة، أو بيجوا بطريقة مبسطة أكثر من التلميذ العادي؟ إيه صح، هو مين بيشرف عليها؟ لأنه في عنا كذا حالة، يعني قلت لك في الـ ADHD، في الـ نعم. في كذا حالة. صحيح. وأكيد كل حالة بتندرس من قبل اللجنة وفي لها اقتراح أو تكييف معين. يعني ممكن تلميذ يحصلوا على وقت إضافي. صحيح. يعني هن مش قادرين يعملوا المسابقة بهيدا الوقت، بيعطوهم وقت إضافي. نعم. ربع ساعة يمكن أو ماكسيموم يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة لحتى يكون خلص مسابقته. صحيح. ممكن مسابقة مكيفة اللي حكيته مدام زينة. المسابقة المكيفة إنه هي يعني ممكن يكون كبرين الخط، ممكن يكون حاطين بولد على الكلمة اللي لازم أكتر يعني ينتبه للتلميذ. نعم. بالسؤال هل بيكون في مساعدة للمراقبين؟ لا بس لحتى فسر. تفضل. ممكن يكون في مثلا أسئلة QCM، يعني بدل ما يقولوا له يتوجهوا فيه للسؤال انه هيدا حدد كذا كذا، بيقولوا له في كذا كذا اختيار اختار بيناتهم. نعم. يعني بيكون سؤال مباشر، بيكون سؤال اهون يعني. نعم. على التلميذ. وفي قلت لك في مثلا في المكفوفين عندهم البرايل. مسابقه البرايل عندك الصم والبكم، يعني الاعاقه السمعيه، عندك لغه الاشاره، يعني نحن بنضطر انه ندخل ناس يشرحوا لهم السؤال بلغه الاشاره. كمان في ناس يعني من ضمن المساعدات يكون في عندهم قارئ. نعم. هالقارئ كمان بيقرا لهم السؤال اكيد بتروي وبهدوء وهيك، بس ما بيحاول يوحي لهم الاجابه. نعم. يعني نحن مش شغلتنا انه قصه المساعدات انه نجي نعطيهم. صحيح. الاجابات، اما هي تساعدهم مثل ما قالت انه نسهلهم يقدروا يجاوبوا على السؤال. نعم. ما صح التداول عن صعوبات الاسئله الرسميه هالسنه؟ لا ما في صعوبات اسئله. شفنا كثير طلع بالاعلام انه في صعوبات للاسئله، بده يتغير نمط طرح الاسئله. فالاهالي والتلاميذ كثير فزعانين. يعني حاولنا اطلع على مدارس صور، مدارس كبيره عندنا بلبنان، ما كانت الاداره تخليني اعمل انترفيو مع طالب كرمال ما يتاثر في بعد كم يوم امتحان رسمي. تصور لاي درجه استاذه امل. معالي الوزير اكد اكثر من مره انه هالاسئله رح تكون من المنهج الدراسي. نعم. يعني مش جاي من برات الشيء اللي عم يدرسه هالتلميذ. نعم. المفروض التلميذ اللي دارس ومحضر اكيد يروح يعمل امتحان جيد. فكمان في لجان الامتحانات، لجان الامتحانات بتدرس يعني في بنك الاسئله وفي لجان. نعم. الامتحانات رح نحكي عن بنك الاسئله مطولا مع حضرتك. اوكي. في بنك اسئله وفي. نعم. لجان امتحانات بتدرس المسابقه حتى تكون مسابقه عادله لكل طالب يعني. نعم. وبنفس الوقت هي هيدي المسابقه اللي بتوضع خلال ليله الامتحان بتتكيف، يعني نحن بنعمل مسابقه وفي حدا مسابقه مكيفه حسب الحالات ذوي الاحتياجات التربويه. نعم. الخاصه. ما هي ايجابيات وسلبيات الامتحانات الرسميه؟ إيجابياتها وسلبياتها. نعم. سؤال صعب. إنه إذا عم تحكي عن البروفي، يعني البروفي والثانوية العامة بكل فروع، أنا ما بلاقيش في سلبيات، يعني ما بلاقي في سلبيات إنه التلميذ يعمل امتحان لحتى يطلع. نعم. على الثانوية العامة. سنة سنين بنسمع إنه معقول تلتغى شهادة البروفي، هل معقول تلتغى؟ ما بعرف. من هي هيدا مشروع قانون. نعم. يعني بده يصدر عن المجلس النيابي واكيد بياخذوا راي التربويين يعني والمركز التربوي. نعم. مثلا المركز التربوي عاتي رايه
ابدا هو ضد انه تلتغى. ليه؟ شو اهميه شهاده البريفي مع انه يعني فينا نطلع تلاميذ يوصل للثانويه نقوي شوي الامتحانات ويفوتوا على الجامعات، يلي يعني بيستحق يفوت على الجامعات ويكمل باختصاص اللي بحبه. شو لها فايده الشهاده المتوسطه؟ هن عندهم رايهم بهذا الموضوع. نعم. وكمان يعني هن يعني ونحن بنعتبر انه يعني في خوف انه يطلع التلميذ على خصوصي مثلا سنه اللي نعم. اخذوا الشهادات الافادات يعني صحيح. سنة اللي اخذوا الافادات تلاميذ والمسارات الامتحانات الرسميه نعم. يعني بالثانويات طلع تلاميذ يعني كان في يعني اقل اكيد اقل صحيح. بكتير انه من المستوى. انا بنتي وقتها اخذت الهيدا وجابت بالثانوي جيد فعملت الاختصاص بس اللي كان عنده ضعف ظهر برات الجامعات يعني فين يعملوا هذا السيستم. انا برايي عبول متفقين رأي ما عم تقولي كمان بالثانويه العامه بدك تلغيها انت عم تقولي لا كمان على الثانويه العامه البريفات تبعها بيكون بعض الاولاد كثير صغار الامتحان الرسمي وهيبه امتحان رسمي يعني انا بروح على مع طلاب على الامتحان الرسمي. بس في ناس بيقولوا لك انه يمكن هيدا البروفي بيعودهم على الامتحان الرسمي بالترمينال مثلا بس هي بتجي المراقبين الايجابيات المراقبين شوي صعبين كمان للتلاميذ الصغار بالعمر كيف يعني بيكون يعني 13 سنه او 14 بفوتوا ما في تنقل ما في هيك يكونوا هن عم يرشفوا بيطلعوا المساواة بدهم ربع ساعة لا هو يعني بدنا نعلم أولادنا أنه الغش مسموح يعني لا بس خلينا هيدي ثقافة لازم بالعكس لازم هيدا هيدي شغلة يتربى عليها الولد أنه ممنوع الغش أنه جاي عم يعني بيخلص مسابقته ويفل يعني صحيح. هلا نحن بس بهذا الموضوع قصة المراقبين نحن بنعمل كتير مذكرات مدير عام التربية رئيس لجان الفحص بيعمل كتير مذكرات للمراقبين من ناحية طريقة تخاطبهم وخصوصي كمان لزاوية هلأ مذكرة طلعت تجديد نعم. بالنسبة للمراقبين وكيف طريقة ولرؤساء المراكز يعني بنعمل لهم تدريب خاص لطريقة كيف انه يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة نعم. كمان منأكد أكيد على الألفاظ النابية الاحترام التلاميذ نعم. نخليهم بجو هادئ ورايق ما نخليه التلميذ يتوتر حتى من ضمن التكييفات أو من ضمن المساعدات منجيب له موجه تربوي يعني هيدا التلميذ اللي منحس أنه توتر أو خلال امتحان أو ما بقى قدر يكفي منجيب له موجه تربوي لحتى يشجعه ويعطيه معنويات ليقدر يكفي امتحانه يعني هي هون الفكرة لي. هون الفكرة انه كيف التلميذ بيعيش هالامتحان يعني لازم يعيشه مثل كأنه بمدرسته عم يعمل امتحان بس هذا الامتحان اسمه بروفي يعني ما يكون يعني الوقت اللي يشوف التلميذ انه الاهل مش كتير مشغول بالهم انه الاهل كمان صح مش كتير عم ايه صح نعم. مش كتير مكبرين الخبرية براسهم صح التلميذ مهيئ حاله مثل ما لازم حتى يقدم الامتحان والجو يكون مريح مفروض انه والاسئله اكيد مدروسه حسب كل حاجه حسب حاجة التلميذ حسب قدراتهم اكيد نعم. ذهنيه ونفسيه نعم. قبل ما نكفي الحديث مع حضرتكم رح نطلع بريك ونرجع ولكن قبل البريك رح نذكر انه رح يمر معنا بالمحور الثاني فيديو عملته وزارة التربية السنة لأول مرة بتصير رح نشوفه رح نحكي كيف الأهل لازم يكتشفوا انه الولد عنده صعوبات بوقت مش كتير مأخر ورح نحكي عن التوصيف وعن الكاميرات المراقبة اللي هي الشغل بهالبلد كونوا معنا. رجعنا معكم مشاهدينا ببرنامجكم نحو حياة أفضل بدي رحب مرة تانية بالضيوف الكرام موجودين معي بالاستديو السيدة أمل شعبان رئيس دائرة الامتحانات الرسمية أهلا وسهلا فيك وأيضا السيدة زينة كوكباني مديرة مركز كلاس للتشخيص وأيضا معالجة لغوية أهلا وسهلا فيك مرة تانية كنا عم نحكي قبل ما أطلع بريك كيف بده يتم عن البريفي وحالتك ذكرتي انه بعد في حكي بكير على الحكي اللي بده انه في معقول يلتغى بعد بكير على الحكي ومش معقول يعني يكون لحد هلا ما في شيء بالنسبه نعم لالغاء البروفي بالعكس الشهاده المتوسطه ماشي نعم. وما في اي شيء من ناحيه الغائها نعم. هلا بعدين شو بيصير ما بعرف بس انه صحيح. لحد هلا ابدا ما في شيء عن الغاء شهاده رسميه وقلت لك في صحيح. موقف للمركز التربوي ضد نعم. الغاء الشهاده صحيح. هيدا مسار كبير على امل
يعني في هيدا مشروع انه يعني مسار كبير صحيح. وبدك تسالي اكثر من جهه وكذا، يعني مش شغله هينه انك تلغي. على امل طغى بدي انتقل مع حضرتك لبنك الاسئله، عم بيتم تحديثه؟ ايه هو كل سنه بينعمل ابديت يعني. نعم. وبيتدخل له اسئله جديده لبنك الاسئله. نعم صح. ليه اللجان عم بتضل لوقت متاخر الساعه 4 الصبح لتحضير هيدي الامتحانات، او انه بنك الاسئله بعد صار بده بعد تعديل اكثر؟ فيك تشرحينا عن هالنقطه؟ بنسمع انه اللجان عم بتضل لوقت متاخر لتوضع الاسئله الامتحانات الرسميه. هلا هو مش غلط انه بنك الاسئله يعني نعمل له ابديت ونطوره. نعم. في 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 كذا يعني طريقه انه كيف ينعمل بنك الاسئله. انا مثلا عندي عده اقتراحات من نعم. ناحيه شكل بنك الاسئله، يعني ممكن نرجع نطور فيه. انا في اقتراحات مثلا بالدوله بفرنسا بيصير مثلا اونلاين بنك. نعم. الاسئله البنك الشجاعي عندهم اياهم اونلاين يعني. في كثير اقتراحات بالنسبه للابديت تبع بنك الاسئله، بس هو الهيكليه تبع بنك الاسئله ومين بيحطها هو مدير عام التربيه اللي هو رئيس اللجان الفحصه. نعم. فعم ينعمل له ابديت كل سنه، وبالنهايه هو بحط الاطار كيف هيكليه بنك الاسئله. نعم. التوصيف اللي عم ينحط من سنتين صار المفعول لكل المواد، الا بماده الرياضيات دخلوا شيء جديد وما كان مع الاساتذه خبر انه بده ينحط بالمسابقه الرياضيات تحديدا، وصار في انه تلاميذ من المدارس الاساتذه بدنا ندرس بالمدارس. هذه هذيك السنه. نعم. لا ليه صار هذا الغلط وهل معقول يرجع يتكرر؟ هلا انا بتعرفي انت اول سنه رئيس دائره امتحانات. صحيح. هذيك السنه ايه صار في توصيف جديد من ناحيه الرياضيات. نعم. بس السنه حتى نتلافى كل هيدا طلبنا عبكير من المركز التربوي، لان هو السنه التوصيفات بعدها ما اعتمدت من قبل وزاره التربيه، يعني نعم. عم يشتغلوا عليها بالمركز التربوي لحتى تعتمد بعد السنه الجاي توصيفات جديده للامتحانات الرسميه. بس السنه من بعد كتاب قبل مدير عام التربيه للمركز التربوي. نعم. وطلبنا منهم كامل التوصيفات لكل المواد، وصاروا عنا بالوزاره كمان ل ينبعثوا على كل المديريات الثانوي والابتدائي وكذا، كرمال يعني نوضح هيدي الامور وتكون واضحه بالنسبه لتوصيف حتى ما يصير في غلط مثل ما صار بالسنين الباقيه. وحتى يعني لجان الامتحانات يكون عندهم هودي التوصيفات. نعم. وحيلتزموا فيهم اكيد، ونحن عندنا مندوبين دائما من المركز التربوي بيشوا خلال ليله الامتحان كمان. نعم. بيسهروا على الاسئله على وضع الاسئله لحتى يصير في التزام كامل من ناحيه التوصيفات. نعم. رح نشوف انا وياكم المشاهدين فيديو عملته وزاره التربيه واشرفت حضرتك عليه، ونشوفه سوا. عندك أو عندك امتحانات رسمية هالسنة، العملية بسيطة كتير وما بدها خوف. وزارة التربية هون لتلبي كل حاجاتكن. الأسئلة كلها من المنهاج الدراسي، يعني بتعرفوها منيح. كل يلي بدكن تعرفوه الحضور قبل بساعة من موعد الامتحان، يعني 7:30 صباحا، لأنه التأخير بيحرمكن من إجراء الامتحانات. شو لازم تجيبوا معكن على الامتحان؟ إخراج قيد إفرادي ما بيعود تاريخه لأكثر من 9 أشهر، بطاقة الترشيح الرسمية، التأكد من صحة الاسم والرقم والصورة على البطاقة وعلى كراس الامتحان بحسب إخراج القيد، والتأكد من فرع الشهادة. للوصول إلى مركز الامتحان فيكن تستخدموا تطبيق جوجل مابس عن طريق المسح الضوئي QR كود الموجود على البطاقة. الغش ممنوع، يعني ممنوع إدخال أي كتاب أو روشتة، أي هاتف خلوي أو أي جهاز إلكتروني أو سمارت ووتش إلى مركز الامتحانات تحت طائلة الإجراءات القانونية، باستثناء آلة حاسبة كالكوليتر غير مبرمجة وعلمية، هيدي مسموح فيها داخل الصف. ولأن وزارة التربية حريصة على راحة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، رح يكون عندهم تدابير بتراعي ظروفهم لتسهيل عملية الامتحانات. ولأن كل تلميذ عندهم الحق بخوض الامتحانات بشكل هادئ ومريح ومحترم من قبل الأساتذة المراقبين، لهالسبب الوزارة وضعت الكاميرات بالصفوف لضمان هدوء الامتحانات، ولأن وزارة التربية قلبة عليكم. وبحال واجهتوا أي مشكلة، حتى بحال فقدان بطاقة الامتحانات، الاتصال على الخط الساخن لخدمتكم 01-77-2050 أو 2060. وزارة التربية، المديرية العامة للتربية، دائرة الامتحانات الرسمية، تتمنى لكم كل التوفيق.
استاذي امل، شفنا الفيديو، ليه هيدي السنه عملتوا هذا الفيديو؟ قد ايه اهميته بنظرك؟ صراحه نحن بوزاره التربيه بنعمل كثير مذكرات، وحتى بنبعتهم على المدارس، مثلا عندنا شرعه حقوق المرشح. نعم. حتى على بطاقه الترشيح واضحه، يعني من قفى بطاقه الترشيح واضح كل التعليمات وكذا. نعم. وبالرغم من هيدا، يعني مثلا نحن هديك السنه كذا حدا بيوصل مأخر. صحيح. يوصل مأخر وبده يفوت، يوصل مأخر يعني اكثر من 10 دقائق وبده يفوت على الامتحان، فهو ممنوع يعني. نعم. اكثر من 10 دقائق ممنوع، ساعتها يقصى من الامتحان، ما بيعمل امتحانه، كانه يعني رسب بامتحانه وبده ينطر للدوره الثانيه. نعم. نفس الشيء بالنسبه للكالكولاتريس، بفوت بيكون معه الكالكولاتريس. نفس الشيء بالنسبه للتليفون، جاي انه لا ما عرفت انه ما في. فخلينا هذا الفيديو نحن هلا توضيح. لا هي القصه انه تلاميذنا هلا عصر السوشيال ميديا. صحيح. يعني والتلاميذ كثير على السوشيال ميديا، فقلت هلا هيدي يمكن اكثر طريقه انه هي توصل التعليمات او التوجيهات لتلاميذنا ولا اهاليهم كمان. نعم. اي هي اسهل حالات اللي بيقدر الواحد يتخطيها بالصعوبات التعلميه استاذ زينب؟ لا نحن وقت نحكي عن صعوبات تعلميه محدده بس. نعم. حتى الشير على شغله كثير مهمه، تنحكي عن هالصعوبات المحدده بدنا نكون عم نحكي عن تلاميذ عندها مستوى ذكاء طبيعي او. نعم. ما فوق، اوكي، وما عندها صعوبات مشاكل حسيه يعني. نعم. الولد بطريق بمعنى اخر، الولد ما عنده مشاكل خلقيه بالبصر بالسمع. نعم. الولد تامن له اللي لازم تيقدر يكتسب كل المعلومات المدرسيه، ما تغيب عن المدرسه، ما عنده مشاكل بالسيستم العصبي النورولوجيك، ولد رغبان مش لانه ما طالع على باله يدرس ما عم بيقدر ينجح. نعم. الولد رغبان، ومع هذا كله الولد مش عم يقدر يكون بالمستوى المستوى المناسب لعمره. نعم. بالقراءة الكتابة والمات وبالنسبة للتركيز وبالنسبة للحركة. نعم. وبالنسبة للحكي كمان وطريقة نقدر نوصل الرسالة أو المساج شفهيا بشكل واضح وكتابيا بشكل واضح. نعم. وقت نحكي عن هالصعوبات في درجات، في عندنا أولاد، في عندنا أولاد من الأول خلقيا بما أنه قلنا هالصعوبات هي نورو ديفلوبمنتال، من الأول صعوباتها خفيفة، عندنا أولاد صعوباتها أقوى. صحيح. هلأ كل الصعوبات نحن أكيدين أنه وقت يتأمن لهم الشيء المناسب لهم كل التلاميذ قادرين يتقدموا. نعم. عشان هيك وقت نحكي بحالات هينة، شو حالات هينة؟ فيها تكون حالات بالبداية عند التقييم تبينت أنه الصعوبات مش قوية. نعم. تقدم لها الشيء المناسب بالوقت المناسب، يعني نحن كتير منصر على أنه المتابعة والتقييم وكل شيء الكشف يصير بطريقة مبكرة، لأنه النتائج بتكون كتير مختلفة على أنه كل شيء يبلش على عمر كبير. صح. تأكيد على حديثك، في عنا تلاميذ ADHD وأخذوا أعفى. صح. اما في تلاميذ ADHD لانه عملوا ثيرابي. نعم. وعاملين علاجات. نعم. وكذا وهيك، لا قدروا يقدموا. قدروا يقدموا يحصلوا على شهاده. نعم. يعني قدروا يقدموا. مع مساعده. اكيد يعني مع مساعده، مساعده بس بيكون الولد حس حاله كمان انه عمل المجهود، كمان بيعطي معنويات وكذا انه نجح. أكيد. واخذ شهاده يعني. لا شيء كثير مهم التعديل، لو التعديل بسيط لهالمساعده اللي هي بوش صغير اللي عم نقدمها للتلميذ، عم بحس حاله خلال السنه المدرسيه مرتاح انه هو. صح. عم نعطيه حقه بالنهايه، نحن بنسميها مساعده بس هي بالنهايه عم نعطيه حقه. يعني انا اذا ولد عنده ميوبي ولابس عوينات بقول ساعدته لان لبسته عويناته. نعم. هيدا من حقه يكون لابس عويناته يقدر يقشع مثله مثل غيره. نفس الشيء للصعوبات التعلميه المحدده، وقت نقدم هالمساعدات او التعديلات البسيطه ونخلي التلميذ يحس بفرق كبير، بنكون بس عم نعمل اللي لازم، ما بنكون عم نخدمه. صحيح. من اي اعمار لازم الاهل ينتبهوا انه اولادهم عندهم شويه صعوبات؟ كيف بينتبهوا لهم؟ هلا حسب شو هي الصعوبه، يعني ما في شخص صعوبات لها علاقه بالمدرسه الا ما نصير بعمر المدرسه. نعم. يعني وقت بدي احكي عن صعوبات ببين الاعمار الصغيره، بعمر صغير، يعني نحن بنعرف الدراسات بتبين انه ولد بيتاخر تيحكي، في عندنا بورسنتاج كبير من هالولاد. نعم. بيتاخروا بعمليه الكتابه والقراءه لنفس المهارات هن اللي
اللي بنطلبها للولد يقدر يحكي برياحة. نعم. نفس المهارات نستعملها تنقدر نكتب ونقرأ برياحة. نعم. هيدول المهارات فينا نكتشفها على عمر صغير، مرات بالحضانة بنشوف الولد تأخر تيحكي، ما عم بيوضح كلامه، عم بيفتش على الكلمة. نعم. بنحس الولد ضايع بالمكان، بنحس الولد ما عم بيقدر يستوعب. إذا بدي أحكي عن مفهوم جسمه، إنه عندي إيدتين، عندي إجرتين، إذا بدي أرسم برسمهم بشكل واضح، كل اللي بنسميه الإيماج مونتال والريبريزنتاسيون مونتال، في أشاير بنقدر نشوفها بعمر تحت الخمس سنين، وفي قصص بنقدر نشوفها بين الخمسة والتسع سنين. هون دور المدرسة كمان، لأنه دور المدرسة تقدر تميز تكشف هذه الحالات يعني. نعم. كمان هو يعني من المهم كثير إنه الأهل، لأن الأهل عندهم حاسة خاصة، والأهل وقتها يحسوا إنه ولدهم عنده صعوبة معينة يشوفوا أخصائي أو يسألوا المدرسة بشكل أكثر معمق، فيقدروا يشوفوا يمكن في تشخيص لازم ينحط، بلكي مش بهالعمر، بلكي مننطر، بس مرات التدخل المتابعة بتكون بكير هو أفضل. أكيد. صح. ما هي هيدي الفكرة الأساسية. نعم. أستاذي أمل، بدي أسأل من دور وزارة التربية بمراقبة المدارس يلي بيقولوا عندنا قسم خاص للصعوبات التعلمية اللي عم نشوف فيها بعد كتير خلل. هلا للأسف يعني نحن هذا التعميم 9355 تبع الاحتياجات الخاصة أو اللجنة اللي بتدرس ملفات، بيقول من ضمنه أنه هذه اللجنة عم تعمل كل هول الأشياء ريثما يصدر قانون خاص. نعم. اللي هو ينظم المؤسسات المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. يعني لهلأ بعد ما صدر قانون ينظم عمل هذه المؤسسات. نعم. فكرمال هيك يعني هيدي اللجنة عم تحاول انها تحط اقتراحاتها، واما لو عنا قانون خاص ومنظم هودي المؤسسات. نعم. فنحن يعني كان بيكون الشغل اسهل بكتير. نعم. وبكون تحت نطاق معين. عم نشوف مدارس بتقول انه انا عندي قسم للصعوبات التعليمية بتاخد مبالغ من الاهل، بس هي فعليا على الارض ما عندها. يعني شفنا كذا مدرسة بعطيك يعني كمان اكتر من هيك لحتى اقلك انه نحن في حالات تلاميذ عندهم انه صعوبات تعلميه كثير خفيفه. المدرسه مثلا لغيت لهم تربيه تاريخ جغرافيا مثلا، لغيت لهم باليوم بالمره. صحيح. مع انه مش هيك بتصير المساعده. نعم. لازم هودي المسابقات نعمل لهم تكييف لهم ويكون في كلاس سبيشاليزي لهم. اما اللي عم بيصير انه مدارس غير متخصصه. صحيح. عم تعمل اللي براسها وما عم تلتزم مضبوط بالاشياء التربويه والاحتياجات التربويه الخاصه او المساعدات المضبوطه اللي لازم يعطوها للتلميذ. نعم. فلما بيوصل لعند اللجنه هيك تلميذ، هيدا التلميذ انه انا له 3 سنين مش دارس تربيه وجغرافيا واما هو لو هيدا التلميذ نفسه دارس هودي المواد بس بطريقه اللي نحن عم نحكي عنها، يعني بطريقه مع تكييفات، اكيد كان قدر قدم. نحن كنا عم نضطر انه نعمل له اعفاء. عم نشوفها للاسف بمدرستنا. على امل وزاره التربيه تراقب هيدي المدارس وتحطها تحت الخانه التلاميذ المحدده لها. عم نشوف كمان الاساتذه لما بقولوا تلاميذ دمج، عم نشوف المعلمه منا مهيئه لهالطلاب اللي عندهم شوي صعوبات تعلميه، منا مهيئه بقلب الصف ومنا مهيئه الامتحانات اللي عم بتصير. هلا اكيد المدارس صارت اكثر واكثر عم تجرب تحضر. نعم. بس بعد في خلل هون، بس بضل شغله. بدنا نحكي عن المدارس الرسميه 30 مدرسه دامجه اللي بوزاره التربيه هلا الجداد، يعني احنا. نعم. عنا هلا 30 مدرسه دامجه، بعرف كلاس ما عم تتعاونوا مع هودي كمان المدارس الدامجه. نحن لان نحن بالمدارس الرسميه عنا صفوف دعم للاولاد اللي عندهم صعوبات تعليميه، واللي عنده اضطرابات اكيد لازم يروحوا على المراكز. نعم. يتعالجوا بطريقه فرديه. صح. التلاميذ اللي عندها صعوبات تعلميه اكيد بدها تتخفف، بلكي يتخفف نمط المنهج. يعني المنهج الابداني كثير منهج بيكون سريع، بيكون المعلمه بلكي عم بتاثر لحالتها الصغير، تنقول عم فسر انا المعلومه بطريقه شفهيه، الولد اكثر بيحفظها بطريقه بصريه. يمكن انا وعم فسر
الطريقة أنه عم بحكي عم بقول جمل طويلة، إذا بقطع هالجمل مثل كيف منكيف المسابقات منجرب نقطع السؤال الطويل على كذا سؤال قصير، منخلي هالولد اللي عنده مشاكل ذاكرة عملية، مشاكل الذاكرة العملية يقدر يتكيف مع شو المعلمة عم بتفسر، شو المعلمة عم تكتب. أكيد المعلمات بدهم يكونوا مهيئين لهال. هلأ في شغلة إنه هي الخطوة الأولى، مش بكل مدارس هي الخطوة الأولى، نعرف إنه ونعترف إنه في هالصعوبات. الخطوة الثانية هي إنه نتعرف بعمق عليها تنقدر نقدر نساعدها، ولازم نتقبلها لأنه مرات المعلمة بحتى التلميذ هو هي بأشياء معينة بتحس حالها هي ما عم تقدر، يمكن هالتلميذ معقول يتهمش شوي أو ما ينعطى الاهتمام اللازم. وقت الأكيد وقت المعلمة تكون أكثر مهيئة إنه تساعد أو على علم بهال إنه هالصعوبات موجودة حتى ما تحس إنه عليها إنه هالمساج ما عم يوصل بوضوح. نعم. بدي انتقل لكيف بتضمنوا سرية الأسئلة الامتحانات الرسمية، أنه الأستاذ اللي عم يوضع الأسئلة أو اللي حاط أنه بده يوضع هذا السؤال ما يعطيه لتلاميذه، كيف تضمنوا هالسرية؟ لا هو بنك الأسئلة هو مش أنه بس بيجي ترشيحات صحيح؟ بتجي ترشيحات بس هيدا بتتفكك، يعني هالامتحان بيتفكك لأسئلة وبيتدخلوا على النظام. نعم. فأنه منه يمكن يجي وبعدين مش أنه في امتحان واحد، في يعني صار على كذا سنة، يعني في امتحانات كتير وفي أسئلة كتير موجودين ببنك الأسئلة، وبنختار ليلة الامتحان نختار امتحان من هالامتحانات، وممكن هيدا يعني يجي من كذا سؤال، يعني كذا امتحان كذا سؤال، يعني منه بس امتحان واحد. وبنفس الوقت هيدي اللجنة بترجع بتدرس هيدي الامتحان اللي انسحب من بنك الأسئلة، ويمكن يرجع يتفكك، يمكن يرجع ينلغى، يرجع يتغير، يعني بيصير في دراسة من جديد لهالامتحان لحتى بالآخر نطلع بالامتحان اللي لازم يعتمد. نعم. وهون فضل انه نحن في عندي حبس انا بوزارة التربية. هيدا الحبس كمان بيجي من قوى من الجيش وقوى داخلي، ويفتشوا الاسئلة كمان، نلغي الكونكشن ابدا عن المطرح وضع الاسئلة، وبيتفتشوا الاساتذة يعني لحتى يدخلوا، ممنوع يرجعوا يطلعوا الا لما تخلص الامتحانات تاني نهار. نعم. بدي انتقل لموضوع الكاميرات اللي هو صار عم ينحكوا عنه كثير على كافة التلفزيونات عنا بلبنان. شو قصة الكاميرات اللي وضعت بس بمدارس الرسمية، مدارس الخاصة ما نحط فيها، هل صحيح هذا الشيء؟ لا هو هي وضعت بمراكز الامتحانات، يعني كانه خاص او رسمي. نعم. نوضع كاميرات كافة مراكز الامتحانات الرسمية. نعم. شو صحة انه بدها تصير امتحانات بكلية بالجامعة اللبنانية؟ صح حدث. كمان بالجامعة هاي السنة اللي حتصير؟ ايه هالسنة، وحتى جهزت كمان بكاميرات. طب قديه بتلاقي هون صعوبة تلميذ شلوه من مدرسة حطوه بقاعة جامعة، هيدي ما بتأثر على نفسيته كيف بده يتقبل؟ ممكن تساعدوني حضرتك كمان أستاذ زينة بهذا الموضوع. بس هي التجربة صارت قبل برا. نعم. ايه وعادي يعني مرقت عادي، يعني هو بالنهاية صف وقاعد بقاعة وعم يعمل امتحانه. نعم. عادي. هل الكاميرات كيف رح تكون مراقبتها من قبل الأساتذة، من قبل مدير المركز؟ كيف رح هو كل مركز رئيس المركز بالأوضة تبعه عنده سكرين، هيدا سكرين ببين كافة الأوض، يعني كلهم مفتوحين. نعم. عنده قدامه، وفيه يدخل اذا حس في فوضى باوضه معينه بيرجع بيفوت على كل اوضه وبيقدر يعرف كل شيء. وبنفس الوقت هي في ريكوردينج يعني مسجله، ايه حتى بعدين اذا صار في اي شكوى كذا نحن بنرجع بنقدر وبنشوف شو صار. هل الكاميرات تنوضع بكل المناطق اللبنانية من شمال لجنوب حتى المناطق اللي لها محسوبيات سياسية معينة؟ انوضعت خلاص. هل هي هذه الكاميرات وضعت للأستاذ للفوق الأستاذ ولا للطلاب تحديدا؟ يعني نعرف بنقال انه في أستاذة عم تساعد الطلاب لمراقبة مين؟ في أستاذة مرات مبلا عم تخالف، وكمان في تلاميذ عم بتخالف مش عم تقوم بواجباته وعم بتغش، يعني في اثنين
حتى بمراكز اللي في كنت بتجرى فيها أنا شوفي هي تعليمية. القصة هوني انه نحن ما في اختلاف كانوا صعوبات تعلمية او غير تعلمية بس اكيد مش بسان جود. سان جود ما رح يعني بقلب المستشفيات يعني كل المستشفيات ما حطينا كاميرات. شوفي هي اصلا كل سنة كان عم يجينا شكاوى من الاهل عن الفوضى بقلب الامتحانات. هلا صار عم يجي شكاوى من الاهل ما بدهم الكاميرات صحيح. يعني فزعانين كيف ما عملتي ما بترضيهم. انا كنت هديك السنه صحيح ما كنت رئيس دائره المحافظه بس كنت عم شارك بالامتحانات كرئيس دائره بوزاره التربيه وكنت على الهوت لاين وكنت عم نسمع شكاوى الاهل انه انا بنتي ما قدرت تكتب شيء اليوم لانه كان في فوضى بصفها. نعم. يعني هيدي كنا نسمعها ما بعرف تعرفي صحيح. انت وكل العالم نسمعها او انه في حدا اخذ لها مسابقتها ومثلا اعطاها لحدا تاني لين يعني هيدي كثير كنا نسمعها. نعم. وكمان انضبطت اكثر من حاله غش يعني تليفونات فاتت على المركز هون كان عم بيصير في مرات مشاكل انه لا ما كان معه تليفون لا بلا كان معه تليفون لا مدري شو يعني عرفتي كيف. هلا انه خلص صار في مثل بروف انه اذا صار اي شيء او تقدمت اي شكوى نحن قادرين نرجع ونشوف اذا هذه الشكوى صحيحه او لا. نعم بنعرف قطع الكهرباء بلبنان هالكاميرات مش على الكهرباء صح كيف بكل المناطق بده يكون في تقنين بنعرف نحن مأمنين كيف؟ نحن مأمنين خلال فتره الامتحانات الكهرباء 24 على 24 خلال فتره الامتحانات كلها. نعم بكل المراكز. نعم كانت عم تذكر الاستاذه امل انه كمان بمراكز صعوبات التعليميه رح يكون في كاميرات. هاي ما بتاثر على التلميذ ما هو بكون عنده حاله نفسيه ما بتاثر عليه زياده. هلا التلميذ مش كل التلاميذ رح يكونوا عم بيفكروا بالكاميرات مش كل التلاميذ يمكن عارفين بالكاميرات. هلا المهم انه التلميذ برجع بعيد الفكره انه هو التلميذ ان كان في كاميرا او لا يحس بالكادر المرتاح فيه تيقدر يفسح المجال للمنطق والتفكير والتحليل تبعه أكثر شيء نعم. يقدر انه ليركز يقدر يطلع المعلومات اللي بيعرفها. بنعرف كثير منيح انه في تلاميذ بيبقوا كثير دارسين وكثير محضرين ومهيئين بيوصلوا على الامتحانات بيعملوا بلوكاج. زينا نحن في تلاميذ بيطلبوا انه يجوا باوضه وحده يعني اوضه ما يكون في معهم حدا ثاني لانه مش عم بيقدروا يركزوا يعني هي كمان مثل ثقافة هي أكيد منه شيء حلو الواحد يحس حاله مراقب من كاميرا صحيح صعب كاميرا مثل يعني بده ياخذوها مثل مراقب من مثل مراقب من مراقب من معلمة. هلا ما هالشيء يعني إذا أنا مع أو ضد بس القصص الموجودة مفروض التلميذ يكون محضر لها صحيح يعني وقت يحضر حاله للامتحان بده يحس حاله كأنه رايح على مدرسته يعمل امتحان. الشغلة اسمها مختلف شوي انه امتحان رسمي صحيح. كل التلاميذ من عمره او بمستوى صفه عم يعملوا هالامتحان بنفس الوقت بنفس نعم. الترم. قبل ما هوني بقول كمان كرمال شغلة انه بالنسبة للأهل يعني هن صاروا عم يعملوا ستريس على الكاميرات عم اخذت ضجة تسحب لاولادهم استاذة امل اخذت ضجة لانه هي عم تسحب اولادهم انه خلص يعني عن جد نحن لازم الاهل كمان يعني يطمنوا الاولاد انه نعم. الكاميرا او المراقب للأستاذ مش للتلميذ اذا شيء الكاميرا او المراقب نفس الشيء انت رايح لحتى تعمل امتحانك. ومن هون نعم. كمان في شغله بدي اقول لك انه نحن بوزاره التربيه كمان حريصين انه التلميذ ما يصير في تمييز بين التلاميذ. هيدا التمييز كمان كان عم بيصير في ظلم انه في تلميذ عم يتميز عن تلميذ ثاني طبعا حدا اذا كان عنده يعني كان ابن مسؤول سياسي او شيء وكمان انه نحن هاي النتيجه اللي عم ياخذها التلميذ هي نتيجه مزبوط جهده وتعبه وكذا. كل تلميذ عم يحصل على النتيجه اللي هو بيستحقها. نعم قبل ما يخلص وقت حلقتنا الامتحانات الرسميه الجايه مثل السنين اللي قبل او اصعب؟ لا هيني جاي هون نفس الشيء اكيد نفس اكيد الشي. امتحانات عادله كان للشهاده المتوسطه او للثانويه ومن المنهج المدرسي واكيد اسئله يعني نمط الاسئله هن شايفينه ما في شيء مغير. شو بتقولي كلمه اخيره للمشاهدين شو بتنصحيهم؟ للتلاميذ بنصحهم انه ما يفكروا بقى بالكاميرات نعم. وهلا يركزوا على درسهم ويجتهدوا والامتحانات هينه وان شاء الله بالتوفيق لك للكل. شكرا كثير لك مدام زينه. شو بتحبي تقولي كلمه اخيره؟ انا بحب اقول انه التعاون مع الوزاره يعني هالمساعدات اللي عم تتامل نعم. عم بتكون
مثل عم تفرج التلاميذ وعم تفرج الأهل، وإن شاء الله تكون هذه هيك أول خطوة لمساعدات بكذا مجال أكثر. أنا بدي أتشكركم كتير، خلص وقت حلقتنا بسرعة، وبدي أتشكركم على المعلومات القيمة اللي أعطيتونا إياها. الأستاذة أما شعبان رئيس بيئة الامتحانات الرسمية، تفضل. وزارة مثل ما قال الفيديو وزارة التربية قلب عليكم إن شاء الله يا رب. أكيد معنا شك، وبدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية على المجهود اللي عم تقومي فيه حضرتك تحديدا بقلب الوزارة. مدام زينة شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي اعطيتينا إياها، مديرة مركز كلاس بدار للتشخيص، أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله بكون لنا لقاءات تانية مع حضرتكم. هيك مشاهدينا للأسف خلص وقت حلقتنا، بدي أشكرهم للمرة الثانية للضيوفة على المعلومات المهمة اللي أعطونا إياها حول الامتحانات الرسمية، كيف بتتم وشو الصعوبات اللي بيواجهوها الوزارة. وبدي أطلب من الأهل الأعزاء من باب حرصنا على أبناء مجتمعنا الانتباه إلى أولادهم بدءا من المنزل إلى المدرسة، انتباه مركز ودقيق لنوصل نحن وياهم لشاطئ الأمان بهاي الحياة بكل ثقة ويحصلوا على أعلى المراتب. بدي أتمنى لطلاب الامتحانات الرسمية بالتوفيق والنجاح للكل. انطرونا الجمعة الجاي بموضوع جديد، إلى اللقاء.